النوع الثاني من الدوال هي الدالة الفردية odd function. الدالة الفردية هي الدالة اللي تكون متناظرة حول نقطة الأصل مثل دالة الساين. هذا النوع من الدوال إذا أردنا نطبق دالة فورير فالمفروض قيم المعاملات A نوت A سب N B سب N نوجد قيمتها ونعوضها بالدالة. للدالة الفردية الـ odd function اللي تكون الدالة متناظرة حول نقطة الأصل قيمة أي نوت تساوي صفر وقيمة أي سب إن تساوي صفر، يبقى معامل واحد فقط للدالة بي سب إن، وهذا المعامل هذه معادلته 2 أوفر إل الانتجريشن تكامل من صفر إلى إل في الدالة اف اوف تي في ساين الزاوية. بعد ما نحصل على قيمة البي سب ان نعوضها بدالة معادلة دالة فورير، تصير المعادلة اف اوف تي تساوي سميشن ان من واحد تو انفينيتي حسب القيم اللي نوجدها ل ان مضروبة ب b sub n في ساين m باي t over l. هذه الدالة حتى نقدر نحصل عليها المفروض نطلع قيم ال b sub n من هذه المعادلة. ملاحظة مهمة، حدود التكامل الدالة الزوجية أو الفردية هي من صفر إلى l، وال l هنا تمثل نصف فترة الدالة وتساوي t الفترة الكاملة للدالة اللي هي maximum value ناقص minimum value على 2. وما نستخدم الفترة المعطاة لرسم الدالة مثل الـ arbitrary function اللي كانت في المحاضرة الأولى الخاصة بهذا الموضوع. example 5 page 128 مثال 5 صفحة 128. هذه الدالة المطلوب رسم Fourier series لهذه الدالة. هذه الدالة تتكون من جزئين، الجزء الأول f1 of t هي sin t وهذه فترة الدالة، قيمة t أكبر أو تساوي صفر وأصغر أو تساوي pi over 2. الدالة الثانية f t of t minus sin t، إذا كانت الدالة هذه فترتها من t أكبر من أو تساوي pi over 2 و t أقل من أو تساوي pi. الخطوة الأولى نرسم الدالة على محور ال x axis، هنا حيمثل التي بدل قيمة x، وهنا ال y axis حيمثل قيمة ال f of t. هذه الدالة نرسمها اعتمادا على الدالة المعطاة والفترة المعطاة بالمسألة. حيطلع عندنا رسم هذه الدالة ونرسمها لفترة كاملة قيمتها t، معناه يكون رسم الدالة من ناقص باي اوفر 2 الى باي اوفر 2.
نرسم الدالة للمرة الأولى حنحصل على هذه الدالة الأولى من صفر إلى باي أوفر 2. نرسم الدالة الثانية، هذه هي الدالة الثانية للفترة من باي أوفر 2 إلى باي، هنحصل على رسم هذه الدالة من باي أوفر 2 إلى باي، وهذه قفزة بالدالة. حتى نقدر ندقق أن الدالة فردية أو زوجية نحتاج رسم جزء ثاني لهذه الدالة، يكون على يسار المحور F of T، وهذا الجزء اللي يرسم. بالتالي حنحصل على الدالة، هذه هي الفترة الزمنية الكلية مالتها، وهذه الدالة تتكون من جزئين، هذا هو الجزء الأول لفترة نصف الدالة L يساوي باي أوفر 2، وهذا هو النصف الثاني للدالة. معناه حتى نقدر نقرر إنه الدالة فردية أو زوجية، المفروض نرسم الدالة لفترة كاملة قيمتها T، بحيث تكون نصف فترة الدالة على يمين المحور F of T ونصف فترة الدالة على يسار المحور F of T. وإذا كانت متناظرة حول ال f of t فتكون دالة زوجية، وإذا كانت متناظرة حول نقطة الأصل أي بالربع الأول والربع الثالث هتكون الدالة فردية. حتى نحصل على قيمة L نصف فترة الدالة L تساوي أو T فترة الزمنية الكلية للدالة over 2، و T هي maximum value ناقص minimum value، باي ناقص صفر يساوي باي، وهذه هي فترة الدالة كاملة باي. ناو باي تكون قيمة فترة الدالة نصفها يكون على يسار المحور F of T ونصفها يكون على يمين المحور F of T. بما أن الدالة متناظرة حول نقطة الأصل، إذا الدالة فردية، معناه قيمة A نوت يساوي صفر و A sub N يساوي صفر. المتبقي من معاملات دالة فورير هو ال B sub N. هذه هو معادلة ال B sub N. إذا لاحظ قيمة L تساوي باي أوفر 2. من نعوض قيمة L باي أوفر 2 فال 2 تصعد بالبسط تصير 4 أوفر باي، وهذه فترة الدالة. هنا فترة الدالة مثل الدالة الزوجية الدالة الفردية، فترتها ناخذ فقط نصف فترة الدالة على يمين المحور F of T، ولأنه مضروبة في 2 فتمثل الدالة للفترة T من 0 إلى باي أوفر 2، وناخذ الدالة ساين T. الدالة ساين T للفترة من 0 إلى باي أوفر 2. هنحصل على هذه المعادلة
ساين تي مضروبة في ساين 2n تي. هذه الدالة المثلثية قيمتها نصف في كوساين الزاوية الأولى ماينس الزاوية الثانية ماينس كوساين الزاوية الأولى زائدا الزاوية الثانية. نحل التكامل ونحصل على قيمة البي سب ان. ملاحظة ساين واحد ماينس 2n باي اوفر 2، هذه الباي اوفر 2 مضروبة بقيمة هذا القوس تمثل زاوية الساين. ساين باي اوفر 2 ماينس 2n في باي اوفر 2، نحصل على نحذف 2 مع 2 نحصل على قيمة الزاوية n باي m باي. هذه الدالة المثلثية تساوي كوساين m باي، وساين باي اوفر 2 زائدا m باي تساوي كوساين m باي. بعد ما نعوض هذه الدوالة المثلثية بمعادلة البي سب ان هنحصل على قيمة البي سب ان، والبي سب ان تكون بدلالة فقط المتغير ان. اللي هو يمثل عدد دورات الدالة، ونقدر نحصل على قيم ل b sub n ونعوضها بدالة فورير، وبالتالي نحصل على دالة فورير النهائية.